تعتقد بأن الولايات المتحدة الأمريكية ستأخذ هذه التهديدات على محمل الجدية؟ أعتقد بأنها فعلا ستأخذها مأخذ الجد. شككنا لفترة من الزمن بأن الإيرانيين يطورون سلاحا نوويا. هناك بعض التساؤلات إلى أين بلغوا في تقدمهم في هذا البرنامج، ولكن الحقيقة أنهم بدأوا في استخدام التهديدات النووية كجزء من حساباتهم الحربية. يبدو بأنه كما كان يقوم به بوتين في حربه في أوكرانيا، في كل مرة كان الأوكرانيون يحاربون ويحاربونه كان يبدأ في القول بأنني قد أضطر إلى استخدام السلاح النووي. فأعتقد بأن إيران الآن تستخدم صفحة من كتاب بوتين وتحاول أن تتبعها وتطبقها في الشرق الأوسط على النحو الذي استخدمه بوتين وطبقه في وسط أوروبا.